ازيكم يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم الجمعة 9 ديسمبر كانون الاول 2022. في وقت مبكر في اليوم ده من السهل انك تاخد كتير من المواقف، خليك مستعد ليها يا سرطان، اللي ممكن تبقى بتأذيك لقرارات كتيرة تعتبر سيئة. هتعرف تدير روح فيها اضطراب شوية من خلال روتين هيبقى مناسب ليك، في محادثات، في معرفة متنوعة، هيبقى عندك عثور واضح وعلى وسيط سعيد بين كل المسؤوليات اللي عندك، هتشبع بيها كل رغباتك المناسبة علشان تجربها وتسرها. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، مربع كوكب الزهرة في الصباح ده بيبالغ عن كل عواطفنا وبيوسعها بشكل كبير، كل ده من خلاله هتأدي لحلال حالة ذهنية كبيرة ومبالغ فيها علشان نعرف نقدر مشاعرنا والمبالغة فيها بطريقة كبيرة. مع كل ده حتى لو أبقينا في قيد الفحص ممكن تبقى مفيدة جدا علشان نرفه عن نفسنا وعن كل الأفكار والأساليب الجديدة اللي هتبقى متعلقة بالمتعة عندنا والفلوس والحب، نظرا لأن الجانب ده بيتشكل في الدرجة النهائية مع كل العلامات. من المهم بشكل خاص النهاردة اننا نراقب اتخاذ القرار المفاجئ في المجالات دي. النهاردة هيدخل كوكب الزهرة برج الجدي علشان يقيم فيه لحد يوم 2 يناير. خلال الوقت ده هيبقى من المرجح انك نشكل اتصالات كتيرة مع الاشخاص اللي حوالينا اللي بيبقوا بيدعموا كل طموحاتنا، هنقدر كل العلاقات الدايمة والموثوقة والاخلاص هنبقى بنتعامل معاه بشكل كبير علشان نعبر من خلاله، هنعرف نتعامل مع كل المشاعر على محمل جدي اكتر، هناخد وقتنا علشان نتحمى من كل الاشخاص اللي حوالينا اللي ممكن يغدروا بينا. هيدخل القمر برج السرطان في يومك ده ويعتبر الدخول دافئ وشامل ووقائي اكتر.